السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني والتقريب. يلا بينا نبدأ بركن الرياضيات. أول حاجة معانا، معنا ايه في ركن الرياضيات؟ هنشوف فيه الساعة، إطار العشر خانات، النتيجة يوم وشهر وسنة، مخطط المئة وعشرون والحاويات، وأخيرا أيام الأسبوع وشهور السنة. يلا بينا مع بعض حبايبي كده نفتكر أيام الأسبوع. أنا عندي عارفة إن الأسبوع عندي 7 أيام: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. يلا بينا مع بعض نضع نجمة على اليوم اللي احنا فيه النهاردة، يوم الخميس. بعد كده عندنا ايه يا ولاد؟ عندنا التقويم الهجري. يلا بينا، عندنا السنة الهجرية 12 شهرا: محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. احنا في شهر ايه؟ احنا في شهر رجب. وصلنا حبايبي لتقويم الميلادي وعارفين ان انا عندي 12 شهرا ميلاديا. يلا بينا كده نشوفهم مع بعض: يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، واخرهم ديسمبر. يا ترى احنا في شهر ايه يا سنة تانية؟ احنا في شهر فبراير. برافو. شهر فبراير ده اللي هو الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية. يا ترى موافق كام؟ موافق 17 من شهر فبراير الموافق يوم الخميس. مخطط المئة وعشرون بيبدأ من 1 إلى 120 من أسفل من جهة اليسار. يلا بينا نشوف جينا كام يوم للمدرسة. سمعك بتقولي النهاردة اليوم 53. يلا بينا نمثل 53 على مخطط المئة وعشرون وكمان في إطار العشر خانات. يلا عد معايا: 10، 20، 30، 40، 50، ونزود عليهم كام كمان؟ 3. يلا بينا مع بعض حبايبي وحاويات الاعداد، واحنا عارفين ان الحاويات مكونه من 3 خانات: احاد، عشرات، مئات. طيب يلا بينا 53، يا ترى كم في الاحاد؟ 3. برافو عليك. 1، 2، 3. والخمسون 5 حزم في خانه العشرات، كل حزمه ب10. بعد كده عندي الساعة أو الوقت. يلا نشوف مع بعض كده ساعتنا كام دلوقتي. بص في ساعتك يلا هتلاقيها كام. هتلاقي العقرب القصير يشير إلى العاشرة، والعقرب الطويل يشير إلى الثانيات، وعشرة تبقى الساعة العاشرة بالضبط. يلا بينا حبايبي وسؤال التهيئة بيقول لي أوجد ناتج. يلا بينا نشوف مع بعض المسألة: جمع ولا طرح؟ لا ده جمع يا ميس. يلا بينا نجمع 60 زائد 20. يلا اجمع الأحد بشرطة والعشرات بغلطة: 0 زائد 0 بيساوي 0، و6 زائد 2 بيساوي 8. يبقى العدد الكلي 80. يلا نشوف درسنا النهاردة هو درس التقريب بعنوان التقريب. يعني ايه يا ميس التقريب؟ تعالى نفهم مع بعض كده. بيقول لي انت عندك خط الاعداد يا ميس. خط الاعداد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خط مستقيم بنبدأ فيه الاعداد من الصفر الى ما لا نهاية من جهة اليمين، وايضا في اعداد في جهة اليسار بس لما نكبر شوية هناخدها. يا ولاد احنا دلوقتي الشكل اللي قدامنا او الخط اللي قدامنا مكتوب عليه الاعداد من 0 إلى 9. طيب انا هبدأ هقرب الاعداد من حيث ايه بقى يا ولاد؟ من حيث قربها من الرقم 10. كل ما هيبقى الرقم قريب من 10 على خط الاعداد هيبتدي يدخل في عيلة اسمها عيلة الاعداد الكريمة. ايه هي الاعداد الكريمة دي يا ولاد؟ الأعداد الكريمة دي اللي هي 5، 6، 7، 8، 9. طب هي كريمة ليه يا ميس؟ كريمة عشان بتزود لي 1 لخانة العشرات. يبقى أول ما الاقي عدد من الأعداد الكريمة موجود في الأحاد أجري على العشرات وأزود 1. طيب لو لقيت عدد بقى من الأعداد البخيلة اللي هي إيه يا ولاد؟ الأعداد البخيلة اللي بتبدأ من 0، 1، 2، 3، 4. خد بالك كده على خط الأعداد هتلاقيهم إيه المجموعة دي؟ مجموعة الأعداد البخيلة بعاد عن العشرة.
فعشان كده سميناهم أعداد بخيلة. طب إيه اللي بيحصل في الحالة دي؟ لو لقيت عدد من الأعداد البخيلة موجود في خانة الأحاد مش هزود حاجة في العشرات، هيفضل الرقم زي ما هو وهعوض مكانه في الأحاد بإيه؟ بصفر. تعال نشوف المسائل مع بعض عشان نقدر نفهم أكتر. يلا بينا مع بعض حبايبي في التمارين بتاعتي. بيقولي قرب لأقرب عشر، وخلي بالك إن التقريب غير التقدير. التقدير أنا ببص اللي يهمني أو آخر خانة من ناحية اليسار هو دي اللي احنا بنقدرها، لكن التقريب أعداد كريمة وأعداد بخيلة. إيه هي الأعداد البخيلة؟ عندي من الصفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. الأعداد الكريمة مكملة معايا عشان توصلني للعشرة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. تمام، يلا بينا مع بعض. يبقى قرب يلا حبايبي ومعايا التمارين بتاعتي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي قرب لاقرب عشرة، وخلي بالك يا سنة تانية التقريب غير التقدير. يلا بينا مع بعض كده نشوف العدد اللي قدامي، تسعة وعشر. تسعة وعشر، انا عيني فين؟ عيني على ناحية اليسار، على خانة العشرات. طيب خانة العشرات دي فيها واحد، الواحد ده هتبص للخانة اللي قبليها، هشوفهم الأعداد البخيلة ولا الكريمة. أسأل التسعة أقول لها يا تسعة أنت كريمة ولا بخيلة؟ لا طبعا التسعة قريبة للعشرة، تقول لي يا ميس أنا كريمة. أقول لها يلا إدي خانة العشرات واحد، والواحد في خانة العشرات بكام؟ بعشرة. يبقى الواحد في خانة العشرات هتبقى بكام؟ هتبقى باثنين. يلا بينا كده مع بعض نمثله على خط الأعداد. أهو بيوصل لك الأعداد البخيلة والأعداد الكريمة. احنا كده وضحت الصورة قدامنا. يلا بينا، والعلامة اللي قصادي دي يا ميس اسمها علامة ايه؟ علامة التقريب، شرطة وفيها زي ايه؟ زي موجة كده من فوقيها دي اسمها ايه؟ علامة التقريب. طيب يلا بينا مع بعض. يبقى دلوقتي الواحد بصت للتسعة، التسعة كريمة عطت الواحد، بقت اثنين، والاثنين في خانة العشرات بعشرون. يبقى دلوقتي احنا قربناها لعشرون. يلا نبص على السؤال اللي بعده. قرب لأقرب عشرة برضو زي ما احنا. طيب جايب لي الرقم كام؟ 63. هي العدد 63 ده عايزة أقربه لأقرب عشرة، يا ترى ايه العشرة القريبة لي؟ بص كده تعال نشوف على خط الأعداد هنمثله ازاي. أنا بروح لخانة العشرات اللي هي الخانة الكبيرة اللي عندي، عشان هو طالب ايه؟ قرب لأقرب عشرة، عشان كده روحت للعشرات وعملت عليها دائرة. قلت لها يا عشرات انت العدد اللي قدامك يا ترى من الأعداد الكريمة ولا البخيلة؟ قالت لي تعالي نشوفوه على خط الأعداد. ادي خط الأعداد، يلا اكتب الأعداد بتاعتك. صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. برافو عليك. طيب يلا نقسمهم مجموعة الأعداد البخيلة، من الصفر لحد الأربعة. طب الثلاثة دي موجودة فين؟ موجودة فعلا في الأعداد البخيلة، اللي هي ايه؟ من الصفر للأربعة. يبقى هتزود واحد؟ لا طبعا مش هتزود واحد، لأن هي بخيلة مش هتديني حاجة. طب ايه اللي هيحصل يا ميس؟ هنزل العشرات زي ما هي اللي هي الستة، وهعوض مكان التلاتة اللي هي الأحاد بتاعتي، هحط مكانها ايه؟ صفر. برافو عليك. يبقى العدد 63 ايه اقرب عشرة ليه يا ولاد؟ الستون هي اقرب عشرة، اقرب من السبعون. يلا بينا حبايبي ومكملين التمارين بتاعتي. بيقول لي قرب لأقرب عشرة، نفس السؤال بتاع الأسئلة اللي فاتت، بس طبعا بأرقام مختلفة وأعداد مختلفة. بيقول لي الخمسون، يا ترى الخمسون تقرب إلى إيه؟ أقرب عشرة. طيب هتعالى دلوقتي، علامة التقريب هي موجودة قدامي، وحطينا خانة العشرات في دايرة. ليه حطيناها؟ عشان أخد بالي منها وأشوف اللي قبليها يساعدها ويديها ولا لأ. طبعا الصفر من الأعداد إيه؟ البخيلة. برافو عليك. الأعداد البخيلة اللي زي ما احنا شايفينها كده على خط الأعداد، من الصفر لحد الأربعة، ومن الخمسة للتسعة كريمة. يلا بينا مع بعض كده. الصفر مش هيدي الخمسة حاجة، يبقى الخمسة هتنزل بقيمتها في خانة العشرات بخمسون. بيقول لي السؤال، قرب الأعداد الآتية لأقرب عشرة ثم أوجد الناتج. يلا بينا نشوف السؤال مع بعض.
58 زائد 24. أنا السؤال عندي مقسم لجزئين يا ولاد، الأول هعمل عملية تقريب لأقرب 10 لكل عدد من الأعداد، وبعد كده التقريب اللي أنا هجيبه هبتدي إيه أجمعه على بعض. تعالى واحدة واحدة معايا كده ونشوف هنعمل إيه. 58 يلا بينا نقربها، هنروح لخانة إيه؟ العشرات، نلاقيها 5، الخمسة هتبص قدامها هتلاقي التمانية، التمانية دي يا ولاد من الأعداد الإيه؟ الكريمة. طب الأعداد الكريمة هتزودها 1، يبقى الخمسة بقت 6، وحطينا مكانها 0، بقى التقريب عندي كام؟ 60. الزائد زي ما هي، يلا نجري على الرقم اللي بعده 24. ها يلا قرب معايا، برافو سامعاك بتقولي نجري على خانة العشرات، هنلاقيها 2. طب الاتنين هتبص قدامها يا 4، انتي كريمة ولا بخيلة؟ لا انا بخيلة مش هديكي حاجة، يبقى اذا الاسنان هتنزل زي ما هي وقدامها ايه يا ولاد؟ الصفر، برافو عليك، تعويضا عن الاربعة. يبقى برافو عليك، ابدأ بقى ما تسيبش مسألتك كده، انا عايزة اجيب الناتج بقى. يلا اجمع، 60 زائد 20 هتساوي كام؟ 80. برافو عليك، يلا اكتب الناتج بتاعك هيبقى ايه؟ 80. يلا بينا حبايبي ومكملين التمارين مع بعض. بيقول لي قرب الاعداد الاتيه لاقرب 10 ثم اوجد الناتج. طبعا دي مساله طرح مختلفه عن المساله اللي فاتت، برضو هي سنه تانية، ما تشغلش بالك بالاشاره خالص. يلا بينا مع بعض، احنا عارفين التقريب ان انا ببص على الخانه اللي قبليها، هحط السبعه في دايره وابص عليها، يا سبعه بص للواحد، الواحد بخيل ولا كريم؟ الواحد ده بخيل، يبقى السبعه هتنزل بقيمتها 70، والاشاره هتنزل عندي زي ما هي ناقص، والاثنان وعشرون ببص لخانة العشرات باثنان، الاثنان دي يا ترى اللي قبليها هيديها ولا لا؟ لا طبعا الاثنان بخيلة، طب يلا الاثنان هتنزل بعشرون، يلا اعمل عملية طرح عادي خالص، الاحد بشرطة والعشرات بغلطة، صفر ناقص صفر صفر، سبعة ناقص اثنان خمسة، يبقى الناتج بتاعي الأساسي 50. يلا ولاد التمرين اللي بعده، بيقول لي قرب لأقرب 10 مستعينا بخط الأعداد. المسألة عندي 43، عايزة أقربها لأقرب 10، بس مش بمجرد النظر كده، لأ ده أنا عايزة أجيبها من على خط الأعداد. يلا بينا نرسم الخط بتاعنا، أهو الخط بتاعنا، هنبدأ الخط بتاعنا من جهة اليسار وبنزيد كل ما بنتجه إيه؟ يمينا. طيب يلا بينا ولاد، بص كده على العشرات بتاعتك كام؟ 4. طب الأربعة دي هبدأ بيها هتكون إيه؟ 40. برافو عليك، يلا زود بقى معايا، وهننتهي بالعشرة هتبقى ايه؟ 50. يبقى من الاربعون الى الخمسون. تعالى عايزين نعرف الثلاثة واربعون دي اقرب لمين؟ للاربعون ولا الخمسون؟ طب مين في المنتصف عندي؟ عندي الخمسة واربعون. يلا بينا، بص معايا كده على الرقم بتاعك الاربعة، الاربعة هتبص على الرقم الاحد اللي قدامها، يا ترى من الاعداد الكريمة ولا البخيلة؟ سمعك بتقولي ان الثلاثة من الاعداد البخيلة، يبقى مش هتزود واحد، وبكده هيكون الناتج كام؟ 40. تعالى كده نبص على خط الاعداد بقى عشان نمثلها، مثلها يعني حطها على خط الاعداد. حطينا الثلاثة واربعون في مكانها فين؟ عد كده من اول الاربعون، 41، 42، 43، يبقى دي الشرطة بتاعت الثلاثة واربعون. طب يا ترى بعينيك كده يا ولاد، الثلاثة واربعون دي قريبة لمين؟ للاربعين ولا الخمسين؟ سمعك بتقولي هي اقرب للاربعين، وعشان كده احنا فعلا هنقربها الى ايه؟ الاربعون. يبقى الثلاثة واربعون تقريبا او لأقرب عشرة هتساوي ايه؟ 40. برافو عليك. يلا بينا مع بعض حبايبي ومكملين التمارين. بيقول لي قرب لاقرب 10 مستعينا بخط الاعداد. احنا عارفين ان خط الاعداد هو خط ايه؟ مستقيم. طبعا بيبتدي من الشمال من ناحيه اليسار، طبعا، وكل ما بيمشي ناحيه اليمين بيزيد. يلا بينا مع بعض نشوف العدد اللي قدامي، 19 تقرب الى 19 من خلال خط الاعداد. يلا بينا احنا نبتدي من اول 10، من اول 10 اللي هي العشرة اللي في خانة العشرات لحد العشرون. العدد 19 واقع او محصور بين العشرة والعشرون. يلا بينا مع بعض واجي خط المنتصف اللي هو الخمسة عشر، يا ترى التسعة عشر قريبة للعشرون ولا قريبة للعشرة؟ تعالى كده نحلها ونشوف. دلوقتي التسعة عشر الواحد اللي في خانة العشرات هيبص للي قبليه، التسعة كريمة، يبقى هتدي الواحد، هتبقى الواحد وواحد كام؟ اثنان. يبقى دلوقتي الاثنين 19 هتقرب الى ايه؟ العشرون، وحطناها في مكانها. بعد الخمسة عشر هنعد 16، 17، 18، 19، وزي ما انت شايف في الرسمة ان 19 قريبة من العشرون، اقرب اليها من ايه؟ من العشر.
ميعادنا يا ولاد مع سؤال المتفوقين، يلا بينا فكر معايا وجاوب عشان هنتظر إجابتك في التعليقات على الفيديو. يلا نشوف السؤال الأول معانا بيقول إيه؟ قرب العدد لأقرب 10، 30 تقريبا تساوي، فكر وهنتظر إجابتك. يلا بينا حبايبي ومكملين مع بعض بقية التمارين بتاعتنا، بس دلوقتي السؤال اختلف، بيقول لي قرب لأقرب 100. قرب لأقرب 100 يعني أنا يميز عيني على آخر خانة من ناحية اليسار اللي هو خانة المئات. طيب خانة المئات هشوف أنهي بقى اللي هيديها الخانة اللي قبليها على طول اللي هي خانة العشرات. يلا بينا مع بعض، خانة المئات فيها كام يا سنة تانية؟ خانة المئات فيها 1. طيب نبص على اللي قبليها، خانة العشرات فيها كام؟ 7. يا ترى يا 7 انت كريمة ولا بخيلة؟ قالت لي يا ميس انا كريمة. يبقى الواحد في خانة المئات هيبقى بكام؟ باثنين، والاثنين هتبقى بكام؟ قيمتها 200. يبقى دلوقتي على خط الاعداد كده تعالى نوضح ونبين الواحد. بنبتدي كده من 0 1 2 3 4، ده طبعا اعداد بخيلة، 5 6 7 8 9 دي اعداد كريمة. يلا بينا مع بعض كده، بيوضح لك كل مدى الاعداد البخيلة والكريمة عشان تحفظها معايا. يلا بينا، يبقى الواحد هيقرب الى ايه؟ 200، 200 عشان اثنين في خانة المئات. مكملين مع بعض التمارين بتاعتنا حبايبي، قرب لاقرب 100. الرقم عندي كام او العدد كام؟ 793، 793 تقريبا. يلا نمثلها، بص معايا كده، السبعة هي اللي في خانة المئات، هبص قدامها على خانة ايه؟ العشرات. ها هنبص على خانة العشرات لانها 9 من الاعداد الايه؟ الكريمة. اجري على خط الاعداد بتاعك وشوف كده التسعة دي موجودة فين. 0 1 2 3 4 دي اعداد بخيلة، 5 6 7 8 9 دي اعداد كريمة. يبقى التسعة موجودة في عيلة الاعداد الكريمة، يبقى اذا هتزود عندي واحد في خانة المئات هيبقى الناتج عندي كام؟ 800. يلا بينا مع بعض حبايبي وبقيه التمارين، بيقول لي قرب لاقرب 100. طبعا بيديك اكتر من مثال عشان ما نتلخبطش بعد كده ونعرف نحل اسئله المتفوقين. 615، 615 عايز تقرب الى. يلا بينا مع بعض، الستة في خانة المئات انا عيني عليها. طيب دلوقتي عيني عليها ليه؟ هشوف اللي قبلها هيديها ولا لا. الواحد هو ايه؟ كريم ولا بخيل؟ برافو سامعاك وانت بتقول لي ده بخيل يا ميس. يبقى الستة في خانة المئات هتنزل ب 600. تمام، يلا بينا كده نفتكر مع بعض بخيلة وكريمة كل مرة بيفكرك بيها عشان ما تنساهاش. تمام كده يا سنة تانية، يلا بينا مع بعض، يبقى الستة في خانة المئات بكام؟ ب600 عشان اللي قبليها بخيلة. السؤال الثاني من أسئلة المتفوقين، قرب العدد لأقرب 100. قرب العدد لأقرب 100. 145 بتساوي كام تقريبا؟ ركز معايا وهنتظر إجابتك في التعليقات على الفيديو. يلا نكمل أولاد تماريننا، قرب الأعداد الآتية لأقرب 100 ثم أوجد الناتج. السؤال مقسم لجزئين، يلا بينا نشوف كده، 370 زائد 120. يلا نقرب الأول لأقرب 100، نجري على خانة المئات. ها الثلاثة في خانة المئات، تبص قدامها على العشرات، السبعة من الأعداد الكريمة هتديها 1 هتبقى كام؟ 400. يلا بينا نبص على الرقم التاني، علامة الزائد زي ما هي، 120 الواحد في خانة الإحقاق في المئات، هيبص على اللي قدامه، الاثنين من الأعداد البخيلة مش هتديله حاجة، هيفضل زي ما هو كام؟ 100. يلا نجمع بقى ما ننساش عشان هو بيقول لي ثم أوجد الناتج، 400 زائد 100 تساوي كام؟ 500. يلا بينا مع بعض حبايبي، والسؤال بتاعنا بيقول لي قرب الاعداد الاتيه لاقرب 100 ثم اوجد الناتج، برضو نفس السؤال اللي فات، بس يا ترى ايه المختلف؟ يلا بينا مع بعض كده نشوف. انا عايزني اجمع
215 زائد 582. انا دلوقتي عايزني اقرب، يعني انا هبص على اخر خانة واشوف اللي قبليها هتديها ولا لا كريمة ولا لا. الاثنان في خانة المئات، هتبص على الواحد اللي في خانة العشرات، الواحد ده كريم ولا بخيل؟ طبعا بخيل، مش هيدي الاثنان حاجة، يبقى الاثنان هتنزل بقيمتها 200. طيب الإشارة هتنزل زي ما هي 582، الخمسة هتبص للثمانية، الثمانية كريمة، يبقى الخمسمائة هتبقى 600. يلا بينا نجمع مع بعض، 200 زائد 600 بيساوي 800. مكملين تماريننا يا ولاد مع بعض، قرب الأعداد الآتية لأقرب 100 ثم أوجد الناتج. يلا بينا نشوف مسألتنا المرة دي، طرح 453 ناقص 126. يلا بينا، بص على المئات، الأربعة هتبص على الخمسة، الخمسة من الأعداد الكريمة هتديها واحد هتبقى 500، والناقص زي ما هي، الواحد هيبص على الاثنان، الاثنان بخيلة مش هتديله حاجة، هتفضل 100 زي ما هي. نطرح بقى يا ولاد، يلا، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص واحد أربعة، يبقى الناتج، يلا بينا مع بعض، يبقى الناتج كده 400. السؤال اللي بعد كده، قرب لأقرب 100 ثم أوجد الناتج. نفس المسألة بالظبط، 612 ناقص 253. يلا بينا، الستة هتبص على الواحد، الواحد بخيل مش هيديها حاجة، هتفضل 600 زي ما هي، علامة الطرح زي ما هي. الاثنين هتبص للخمسة، الخمسة كريمة هتزودها واحد هتبقى 300. يلا اطرح معايا، 600 ناقص 300 بتساوي كام؟ 300. مكملين تماريننا يا ولاد مع بعض، يلا بينا نشوف التمرين اللي عليه الدور. بيقول يقرب لأقرب 100 مستعينا بخط الأعداد. 469، هقربها بس لازم استعين بخط الاعداد. يلا بينا ارسم معايا خط الاعداد بتاعك. انا ببص على خانة المئات، اربعة يعني 400، هنبدأ من ايه؟ من الـ400 لحد ايه؟ الـ500. طيب وعندي في المنتصف عندي كام؟ 450. يلا نشوف بقى موقعها فين الـ469. سامعاك بتقولي بعد الـ450 هنحطها، برافو عليك. طيب يلا قولي كده بعينيك كده، بالنسبة لخط الأعداد يا ترى هي أقرب لإيه يا ولاد؟ سامعاك بتقولي أقرب للـ500، برافو عليك. طب تعالى نرجع بقى للرقم الأصلي، الـ469، ها الأربعة هتبص للستة، الستة من الأعداد الكريمة هتديها واحد، إذا التقريب بتاع الرقم ده هيكون كام يا ولاد؟ الـ469 تقريبا هتساوي 500. مكملين مع بعض، يلا بينا نشوف التمرين اللي بعده، قرب لأقرب 100 برضو مستعينا بخط ايه؟ الأعداد. 174، يلا الخط بتاعنا، ها الواحد يعني 100، ادي 100، وبعدين آخر الخط هنحط 200، وفي المنتصف كام؟ 150. يلا 174 بقى بتقع فين؟ بعد 150، برافو عليك. 150، 160، 170، هي بعد 170 بحوالي 4 شرط. يلا بينا كده نحطها مكانها، ها يلا حبايبي، الواحد هيبص على السبعة، السبعة من الأعداد الكريمة، إذا هتزوده كام؟ واحد، برافو، يبقى 174 تقريبا تساوي كام؟ 200. تمام، معدنا ولاد مع آخر سؤال للمتفوقين، هنتظر إجاباتكم عليه في التعليقات. بيقول لي قرب كل عدد لأقرب خانة تحتها خط. 487، وحطت لي خط تحت الرقم 4. 142، وحطت لي خط تحت الرقم 4. هنتظر إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. وبكده يا ولاد يكون انتهى الفيديو بتاعنا، يا رب يكون أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.